Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mang Idai. Channel Mang Idai adalah channel yang berkenaan tentang mengaji dan ilmu Islam lainnya. Semoga bermanfaat. Yuk ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kulu raji rahmatal ghafuri dauman sulaimanuhu wal jamzuri alhamdulillahi musallian ala muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hazanat mulil muridi finnuni wa tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syekhin al mahizil kamali أرجو به أن ينفع طلابا والأجر وقبول وثوابا للنون إن تسكن ولتنويني أربع أحكام فختبيني فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فاعترفي همز فهاء ثم عين حاء مهملة ثم غين خاء والثاني إضغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يضغم فيه بغنة بيا معلم إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إضغام بغير غن في اللام والراء ثم كررنا والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف واجب للفضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها سبذ ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيب زد في التقضى ظلما وغن ممن ثم نونا شديدا وسمي كل حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الهجاء أحكامها ثلاثة لمن ضابت إخفاء إضغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفي للقراء والثاني إضغام بمثل هاتا وسمي إضغاما صغيرا يا فتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية واهزر لزواوين وفى أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها الفتعفي قبل أربع مع عشرة الخدع ما من ابقي حجك وخف عكيما ثانيهما إضغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعتب ثم صر رحمن تفض ذا نعم دعس أظن زر شريف للقراء واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهر اللام فعل مطلقا في نحو كل نعم وكلنا والتقى إن في صفة والمخارج تفاق حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكون مخرج تقاربا وفي صفة اختلف يلقبا متقريب أو يكون تفاقا في مخرج دون صفة الحقيقة
bil mutajanisaini thumma insakan awwalu kulli fasghira samiyan aw hurika al harfani fi kulli fakul kullun kabirun wa fahamanhu bil musul wal madu asliyun wa far'iyun lahu wa sami'a wa la tabi'iyan wa huma la tawaqafu lahu ala sabab wa la biduni al huruf tutala bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da madin fa tabi'iyya yakun والآخر فرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهي وهي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزام للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد ما في كلمة وزاب متصل يعاد وجائز مد وقص إن فصيل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عارض سكون وقفا كتعلمون نستعين أو قديم الهمز على المد وذا بدل كأمان وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وأصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسم لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي مع كن لهما مخافب مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقا أو في ثلاث الحروف الوجيدة والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أضغم مخفف كل إذا لم يضغم واللازم الحرفي أول السوار وجوده وفي ثمن حصار يجمعها حروف كم عسى النقاص وعين ذو وجهين والطن أخاص وما سوى الحرف ثلاث لا أليف مده مدا طبيعيا أليف وزكى أيضا في فواتح صور في لبن هي طهير قد حصر ويجمع فواتح الأربع عشر سلح سحيرا من قد كذا اشتهار وتم ذا النزم بحمد الله على تم بها بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعين وكل قري وكل سميع أبيته ناز بذل ذنها تاريخه بشرى لما يطقنها أبيته ناز بذل ذنها تاريخه بشرى لما يطقنها